مين فيهم شارك؟ الجميع شارك عدا الإخوان المسلمين. الكل شارك عدا جماعة الإخوان. احنا بنشوف جماعة الإخوان في الخلافات اللي موجودة بين إخوان تركيا وإخوان لندن، إن الإخوان في لندن بيحاولوا يغزلوا إدارة الحوار عشان يشاركوا. هل ده ممكن يتم؟ من وجهة نظري المسألة لها بعد قانوني قبل ما يبقى ليها بعد سياسي. القانون لا يجيز التعامل مع الكيانات الإرهابية. المسألة محسومة يعني. ده من الناحية القانونية. من الناحية السياسية حضرتك تقدر تلمس وأنا ألمس والجميع يلمس أن هناك عدم قبول لهذه المسألة. في رفض كامل من الشارع. تحقيق. كل قوة 30 يونيو موجودة معنا في الحوار الوطني. السيد الرئيس وجه الدعوة للجميع والجميع مرحب به، ويعني كل الرؤى محترمة وتقدير، ونحن نستقبل حتى الآن ولازلنا وسنستقبل كل الرؤى والمقترحات المطلوبة يعني والمرسلة إلينا يعني. كان في معارضين مصريين موجودين في الخارج هيشاركوا معنا أو بيشاركوا معنا فعلا، وشفنا منهم ناس فعلا شاركت. ولا تزال في حدود معلوماتي أن السيد المنسق العام الدكتور ضياء رشوان بيجري مشاورات وعلى اتصال وعلى علاقة طيبة بالجميع يعني. الحقيقة القنوات مفتوحة والخطوط مفتوحة والرجل لا يهدأ يعني، دائم الاتصال بالجميع، الباب مفتوح قدام الكل. ده حقيقي. المستشار محمود فوزي مستشار في مجلس الدولة، رجل قانوني الحقيقة، مشهور لي بالبراعة، أمين عام سابق لمجلس النواب وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثم رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. كنا محتاجين الخبرة القانونية دي، الحوار محتاجها. أتصور أن إذا كان الأرضية والأساس اللي انطلق منه الحوار هو احترام الدستور والإيمان به، فده معناه أن لازم يبقى في حد قانوني موجود على الأقل من أجل الإطار أو السياج الدستوري المطلوب يعني. الحقيقة أن مخرجات الحوار زي ما حضرتك عارف، الحوار هيعرض مخرجاته بالكامل على السيد الرئيس، وسيادته هو صاحب التقدير في المخرجات دي. هذه المخرجات حتى يتم تنفيذها إما ستكون عن طريق إصدار تشريعات أو تعديلات لها أو سياسات وقرارات حكومية، فبالتالي أيضا البعد القانوني غير غائب عن المسألة. شفنا ترحيب واسع باختيار حضرتك رئيس الأمانة الفنية، لكن شفنا البعض كان معترض في البداية ثم هدأ هذا الاعتراض. هل ده أثر على أدائك في الحوار؟ لا، ممكن نصحح المعلومة. هو الاعتراض ما كانش على أشخاص، إنما يعني كانت رغبة من البعض في أن المنسق العام أو رئيس الأمانة الفنية أو الأمين العام يبقى من جهة معينة أو تيار معين أو يعني اتجاه معين. ولكن الحقيقة هناك يعني إجراءات كثيرة أدت إلى بناء الثقة، وبالتالي يعني ما هذه المسألة أثيرت انتهت يعني في لحظة كده وانتهت سريعا. الحوار الوطني بيتبع مين؟ مخرجاته هتعرض على مين؟ هل هي هتبقى قرارات ولا مجرد توصيات؟ لا، خلينا واضحين، الحوار الوطني لا يصدر أي قرارات، هي توصيات ورؤى. ودايما الحوار الوطني حاطط لنفسه محدد من دعوة السيد رئيس الجمهورية، المشاركة في ترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.